تحية لحبايبنا الحلوين، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من ست البيت الصغيرة. حلقتنا اليوم منعشة كتير، لأن إحنا هلأ برمضان والجو كتير شوب، فالجسم بحتاج سوائل أكتر من أي وقت آخر عشان يمد الجسم بالطاقة اللي بحتاجها ويمنع العطش. صح يا عصوم، عشان هيك حلقتنا اليوم عن العصائر، ورح نعمل عصير طيب كتير. اليوم عنا عصيرين، عصير فواكه وعصير أفوكا بالجوافة. طيب يا جنى، ممكن تقولي لي وتقولي الأصدقاء المشاهدين شو هي مكونات حلقة اليوم؟ أكيد موز. موز. جوافة. جوافة. فراولة. فراولة. عصير برتقال. عصير برتقال. مانجا. مانجا. أفوكا. أفوكا. سكر. سكر. حليب. حليب. عندنا للتزيين يا جنى اليوم قشطة. قشطة. حبات الفراولة. عسل. عسل. فستق حليبي. عصير الأناناس والجلي. طيب حبايبنا الحلوين، بس نروح فاصل صغير وبنرجع. ست البيت الصغيرة، ست البيت الصغيرة، ست البيت الصغيرة، ست البيت الصغيرة. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد الفاصل عشان نبدأ بتحضير العصير. نبدأ بأول عصير يا جنى. يلا. بأول شيء بدنا نبدأ بالموز. نجيب الموز. نجيب أول موزة. بنقطع الموز يا جنى قطع كبيرة عشان حنحطه احنا بالخلاط. من فوائد الموز يا جنى اصدقائنا المشاهدين، فيه فيتامينات، فيتامين بي 6، وكمان فيه بوتاسيوم، وكمان بيساعد او بيخفف من حالات الارق والقلق بالليل. اذا واحد مثلا بده ينام ممكن ياكل حبة موز وينام. خلصنا من الموز يا جنى، نحطه بالخلاط. بعد ما خلصنا الموز يا جنى نروح على المانجا. استخدمنا المانجا يا جنى، استخدمناها هي والفراولة والجوافة مجمدة عشان اسهل بالتحضير. بعد ما خلصنا من المانجا بدنا نقولكم من فوائد المانجا انها فيها مضادات اكسدة بتقي من امراض السرطان. بعد المانجا بنروح على الفراولة، برضو استخدمناها مثل ما حكينا مجمدة. بعد ما خلصنا من الفراولة يا جنى بدنا نحكي لكم من فوائد الفراولة، انه بتمنع الشيخوخة وكمان مفيدة للكلى وبتقلل التجاعيد. بعد الفراولة بدنا نجيب الجوافة. بعد ما خلصنا الجوافة بدنا نحط عصير البرتقال. من اهم فوائد البرتقال يا جنى انه فيه فيتامين سي. بعدين بنحط السكر، بنحط 3 معالق سكر كبار. 1 2 3. بعد ما خلصنا السكر بنغطي الخلاط ونبدأ بالخلط. ورجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين من بعد الفاصل عشان نشرب العصير. قبل ما نشرب العصير يا جنى بدنا نزينه. نجيب أول شيء موزتين، وكمان فراولتين، وانت خذي يا جنى حطي عندك موزتين فراولتين.
تفضلي. بعد الموز والفراولة نجيب معلقة قشطة، معلقة قشطة صغيرة. تمام. هاي نجيب بس عسل. يمكن يطلع زاكي. شكله كتير طيب. لا بندوق ان شاء الله يعجب اصدقاء المشاهدين. بعد العسل اخر شيء بنحط شوية فستق حلبي. امسك حطيه جنا. اوكي. بعد ما جهزنا عصير فواكه، بس قبل ما نشربه بدنا نجهز عصير الافوكا مع الجوافة. طيب اصدقاء المشاهدين، نبدا بتجهيز عصير الافوكا مع الجوافة. يلا يلا نجيب اول حبة. كده جدا. طيب يا جماعة، بعد ما قطعناها بنفرغها. بس سوري، اول شيء بنشيل الغطاية تاعت الخلاط. هلا بعد ما خلصنا الافوكا بنجيب الجوافة نحط كمان بالخلاط. بعد ما حطينا الافوكا والجوافة يا جنى بنجيب السكر. انت شو بدك تحطي؟ معلقتين كبار. تبي شوي شوي؟ ايوه يلا حط كمان معلقة. تمام. هلا بنبدا نخلط بالعصير. نبدا نخلط يا جنى. يلا نجيب الحليب. طيب اصدقائنا المشاهدين، بعد ما خلصنا خلط وصار عصيرنا جاهز، بنروح فاصل صغير وبنرجع. ورجعنا لكم اصدقائنا وحبايبنا الحلوين عشان نبدا بشرب العصير. بس قبل ما نشرب بدنا نزين. نجيب القشطه. صار عصيرنا جاهز يا جنى. جنى انت اي واحد بدك، الفواكه ولا الافوكا؟ فواكه. فواكه تفضلي. انا باخذ الافوكا. بس قبل ما نشرب شو بدنا نقول؟ بسم الله. بسم الله. كثير طيب يا جنى، لازم تجربوا اصدقاء المشاهدين. كثير طيب الفواكه. طيب اصدقاء المشاهدين، هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامجكم المتجدد والرائع ست البيت الصغيرة. إن شاء الله بنشوفكم بحلقات تانية أحلى وأروع وكمان كالعادة مفيدة. شو بدك تقولي يا جنى قبل ما نخلص؟ صحة وهنا مع حبيبتكم جنى. مع السلامة. أحلامك عم تطبخ ميت للماما، شطحوا يا بدري أحلامك، تسلم.
عيني مسروره شوف.